أقوى ريفايتلايز ثيرابي، العلاج بالماء الساخن، للدكتور فارس الحجري. المؤتمرات الدولية، النشرات الصحفية، مجلة سلوكيات الإدمان والعلاج والتأهيل، علاج الإدمان من السلوكيات المدمرة إلى السلوكيات المنتجة، ودور علاج الهاكوا ريفايتلايز على العلاج بالماء الساخن. حدث مشترك حول المؤتمر الدولي للميكروبات الصغيرة والمؤتمر الدولي حول البحث عن الإدمان والعلاج، من 13 إلى 14 أغسطس عام 2018، سان دييغو، كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية. فارس الحجري، الحجري للصحة الشمولية والعافية، شين ميم ميم، الولايات المتحدة الأمريكية. نبذة مختصرة: الإدمان سلوك ينظر إليه كنوع من الاضطراب العقلي أو مرض في الدماغ من خلال البحوث العلمية المختلفة. كل فرد بشكل أو بآخر يخضع بتعرض متكرر لمحفز الإدمان، وهي رغبة شخصية في البحث عن عدم اليقين. إن التعرض المفرط لهذا النوع من المحفزات التي تسبب الإدمان، بغض النظر عن مصدر الإدمان، يمكن أن يتحول إلى التدمير بدلا من أن يكون بناء. على سبيل المثال، لا للحصر، شغف الطعام، الإدمان على العمل، الجماع الجنسي المكثف، المقامرة، التدخين، الإدمان على الكحول، المخدرات، الكوكايين، النيكوتين، إلى آخره. كثيرا ما يساء استخدام مصطلح الإدمان للإشارة إلى سلوكيات أو اضطرابات قهرية أخرى، أي شكل من أشكال المواد السامة مدمرة، لأنه يرتبط مع مضاعفات طويلة الأجل. على العكس، بعض أشكال الإدمان الأخرى يمكن أن تكون بناءة، مثل الأنشطة الثقافية أو الاجتماعية أو الرياضية المثيرة للإعجاب، الانخراط في الأنشطة الاجتماعية والرفاهية، الأعمال الشاقة والتمارين الرياضية وصيد الأسماك والمشي ولعبة الجولف ومشاهدة التلفاز وأنشطة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي وما إلى ذلك. ينظر إليها على أنها إيجابية في الأساس، مرغوب فيها وممتعة، أنها تؤدي الأفراد في الوقاية من الاكتئاب والقلق والاضطرابات النفسية. إن أي استخدام مفرط لهذه الأنشطة يؤدي إلى تكرار الإفراج عن كميات عالية من الدوبامين، والذي يؤثر بدوره على مسار المكافأة مباشرة من خلال تنشيط مستقبلات مرتفعة، يمكن أن يتحول من البناء إلى المدمر في نفس مسار المواد السامة. على مدار السنوات العشر الماضية في الدراسات حول فعالية علاج الهاكوا ريفايتلايز، والمعرف باسمه العلاج بالماء الساخن أو علاج أكوا كاليدوم،
هو شكل جديد من أشكال علاج الإدمان. لقد وجد أنه يمثل الوقود الأساسي للدماغ في تنشيط المرونة العصبية الإنتاجية في الدماغ والقضاء على السلوكيات الإدمانية الشريرة. تعتبر هذه الأنواع الأساسية من الوقود بمثابة أنواع الوقود الأساسية الأربعة في الحياة: الشعور هو أساس كل التغييرات في التركيب الفيزيائي للدماغ، السيرة الشخصية. فارس الحجري حاصل على الدرجة الدكتوراه في الطب البديل وخبير عالمي ومتحدث دولي وباحث ومكتشف ومؤسس علاج الحكوى ريفايتالايز أو علاج الهيدروثيرمال أو علاج الأكوا كاليديوم أو علاج الهات أكوا. لقد بدأت الشركة الحجر للصحة الشمولية والعافية شين ميم ميم بدافع من الرغبة في تعزيز الحياة الصحية من خلال فوائد علاج الهاكوا ريفايتالايز. لقد عمل على نطاق واسع في سلطنة عمان ودول أخرى للترويج لهذا العلاج البديل السليم علميا، الذي تلقى مراجعة النظراء في مجموعة متنوعة من المؤتمرات الوطنية والدولية وفي وسائل الإعلام الأخرى. البريد الإلكتروني faris@farisalhajri.com. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يرجى التكرم بالآتي: تسجيل اشتراكك بقناة اليوتيوب الخاصة للدكتور فارس الحجري، نشرها على معارفك ليستفيدوا كذلك، تسجيل ملاحظاتك سواء كانت سلبية أو إيجابية ليستفيدوا الآخرين. فالحياة مدرسة لا نهاية لها من العلم، فهناك كل يوم علم جديد نتعلم جميعا. فالملاحظات السلبية تساعد على التحسين والتطوير وتحقيق المزيد من العلم، بينما الملاحظات الإيجابية فهي جرعة نحو مواصلة المصير ونشر كل جديد في هذا العلم. تسجيل تجربتك، فهناك الكثير ممن يؤمن بتجارب الآخرين. أخوكم الدكتور فارس الحجري.